مش لك الكل، لا اي ولا لا. ما عنديش ثقة في حتى وزارة. ثقة موجودة، أما فما بعض الاتهامات وكل شيء يتهموا فيه ما فهمتش عليه. مرة يقولوا هكا ومرة هكا، لأن هي تنتمي للنهضة مش عارف شنو. أنا راه فاهم محايدة وتطبق في الديمقراطية، لكن فما ناس ما يحبوش الديمقراطية. بيان سير ما عندي ثقة. والله ما عندي ثقة، كان في حاجة واحدة هنا في رأيي أنا شخصي، ما عنديش ثقة في الوزارة بصراحة. لا، ما عنديش ثقة جملة في وزارة الداخلية. ما عنديش فيها ثقة، وما عنديش ثقة في حتى إنسان توا شاد البلاد، على خاطرهم كانوا قبل في الحبوسات وما يعرفوش كيفاش يحكموا هكا. أنا ثقة في وزارة الداخلية. كل ما عندي ثقة في حتى من الحكومة للبوليس لكل شيء. عندي فيها ثقة، عندي. لا ما عنديش فيها ثقة. بطبيعة الحال. أنا فيها ثقة. ما عنديش ثقة. جملة. حتى حد. لا في الداخلية، لا في الدفاع، لا في تونس، لا في حتى حد. ما عنديش ثقة في وزارة الداخلية. ما خاطر ما عملت شيء باش تربح ثقتنا معناها. لا عندي ثقة لا في الداخلية لا اللي شادين كراسي الكل. ريت كان تونس باش تولي لاباس يلزمها كيما فرنسا 90 سنة باش عملت دولة. هذايا تضرب يكون 10 قرون باش ترجع حاسينو لوتيما بارولا كون لا ليغو ايطاليانا سين بروتو بايزي. ها؟ إلاش صار يكوزي كوزا فان. ملي جات الحكومة جديدة ما عنديش ثقة. فهمت؟ لأنه مرة يقولوا شيء ومرة يقولوا العكس، ثم غطوا على ألف حاجة، ثم نسمعوا في التهديدات من كل مكان. عندي ثقة في وزارة الداخلية. كل الثقة، تمام الثقة. وزارة الداخلية. لا نكت. نمشيو المفهوم ما أوسع، ما عنديش ثقة في الحكومة جملة. والله العوان اللي سرتيناها عندك فيهم الثقة، مي هما ياخذوا في اللي زردر نتاعهم من عند أعرافهم. يعني ما عنديش ثقة وكو. على الأقل مبدئيا، على الأقل. أنا ممكن مرور الوقت تتحسن، ممكن تغير العقلية، ممكن زاد ترجع للتالي، فهمني؟ عندنا ثقة في ولادنا الكل كيخدموا ويورونا خدمة. عندي ثقة في حد، عندي ثقة كان في أمي يعني. ما عنديش ثقة. عندي ثقة وزارة الداخلية. لا. الثقة تامة يا ودي، ثقة تعرف شنو هي على الوثيق. لا. لا ما ثم حتى